إذن بانتظار الانطلاق أيها السيدات والسادة، المركز الثالث والرابع لبطولة السابق كأس وجائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الثالث والرابع على انطلاقه. إذن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، المركز الثالث والرابع خالد الكواري ليد السادمن محمد مسلم وخطوقي على انطلاقه من الجهة الخارجية. خطوقي على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة مع خالد الكواري من الجهة الداخلية من العنابي بمحاولة قوية. المنافسة تجتد. المركز الثالث والرابع إذن الصدارة تنتقل الآن إلى ليد السادمن على المركز الأول. ليد السادمن خالد الكواري أيها السيدات والسادة، ليد السادمن مع خالد الكواري تهانينا وألف مبروك حصوله على المركز الثالث. المركز الرابع خفوقي، والمركز الثالث ليد السادمن مع خالد الكواري. إذا الانطلاقة الأخيرة المترقبة، الانتظار الآن والعيون على هالجوادين المسنون وموهوبة الزايد. إذن الانطلاقة أيها اليوم متابعينا الكرام يا المشاهدين الكرام، شوف الانطلاقة. محمد عبد الله الشامسي بسنون، راشد المري موهوبة الزايدي، موهوبة من الجهة الخارجية الفرس الحمراء، ومن الجهة الداخلية عندنا الشامسي مع مسنون. المنافسة تجتد. بطولة السابق في كأس وجائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني لمن الصدارة. والمركز الأول الآن مع مسنون محمد الشامسي، موهوبة الزايدي مسنون، مسنون موهوبة الزايدي. أيها السيدات والسادة منافسة قوية، محمد الشامسي مسنون وراشد المري مع موهوبة الزايدي. من راح يكون الفائز في بطولة السابق في كأس وجائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني؟ انهرحت، يبدو انهرحت لموهوبة الزايدي. متابعينا الأعزاء مشاهدينا